كانت الوالدة تزرع فينا هذه القيم، لدرجة أني أتذكر أنا في سادس ابتدائي في الفصل الأول جيت وحصلت على 99.9، لكن ترتيبي الثاني. فالوالدة لما شافت الشهادة ما قرأت 99.9، شافت الثاني. تسألني طبعا هي ما تقرأ، قالت إيش هذه؟ هذه إيش هذه؟ كل واحدة بلونين مختلفة. قلت أخذت 99.9، ممتاز يا ولدي، هذه بس تراني أخذت الثاني على المدرسة. أخذت طبعا يوم قلت أنا الثاني على المدرسة أخذت كف. قالت من هو الأول؟ قلت الأول فلان الفلاني. قالت فلان الفلاني مو موازيا منك، أوكي، ولا هو أفهم منك. فما احتفلت، يعني بدل ما أنا أحتفل ما احتفلت وقتها. كان كف غير مسيرة حياتي التعليمية بشكل كبير، وهذا أثر علي حتى في مرحلة المتوسطة، لدرجة أني كنت أذاكر باستمرار باستمرار، وصلت الحمد لله أخذت الرابعة على المملكة. من كثر ما أنا أذاكر وقتها مين اللي كان يواصل عشان يذاكره في المتوسطة؟ الوالد بدأت حالة المادية تتدهور أكثر وأكثر، وصل إلى مرحلة الحجز، وصل إلى مرحلة المطالبات. طبعا أنا كنت وقتها مغيب شوية عن الساحة. أخوي الكبير الله يعطيه العافية، حتى أختي اللي أكبر مني كان في وقت من المراحل درست، وكانت تروح 300 كيلو تدرس في هجرة عشان تأخذ راتب 5000 عشان تساعد الوالد. طبعا الوالد لما صار زي ما ذكرت كثير يترددون على البيت ويطقون الباب وكذا، أعتقد الوالدة كانت تبغى تطلعني من هالمود واللي يصير دائما الأفلام هذه اللي تصير بعد العصر. وايضا جاي حاس اني بيني وبين يعني اقربائي شوي فارق شوي في القدره الماليه، ولا كانت ترضى انه احد يعطف عليها او يعطف على ابنائها. فكلمت خالي على اني اشتغل معاه في المعرض. انا ما كنت اعرف هذه الشغله في البدايه، فصار خالي يمرني وياخذني للمعرض معه في مجتمع كله شريطيه، في مجتمع كبار سن كان مبيعاته أكثرها سيارات مستعملة. فكان عندي ثلاث تخصصات إن صح التعبير أقدر أشتغل فيها، إما أني أشتغل بالفوفية اللي أيضا كان يملكها وأسوي سندوتشات وكذا ويطلع لي منها مبلغ راتب، أو أني في الحراج أمسك الميكروفون وأحرج، علموني كيف أحرج، أو أسجل كم قيمة السيارة. وكان إذا أديت وما أديت نهاية الشهر أنتظر وش بيكتب على الورقة. الورقة كان في ورقة صغيرة يكتب عليها يصرف له، هذا اسم الشيك. إذا كتب يصرف له 50 ريال قمة السعادة، أنا وصلت الثروة، وهذا البونص الكبير حقي. من الصفر السبت الثامنة بتوقيت السعودية على الـ MBC 1.